قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح اليوم أن تمرين حسم العقبان 2017 الذي ينظمه الجيش الكويتي بمشاركة خليجية وأمريكية يعد بيئة خصبة لتبادل الخبرات ويسهم في تحقيق استقرار المنطقة ودرء المخاطر المحدقة بها. حديث الوزير الخالد جاء عقب زيارته التفقدية لمقر التمرين، حيث اطلع على فعالياته ودور الوحدات المشاركة فيه من الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء. كيفية التعامل مع الطوارئ بشكل احترافي أمني والسيطرة عليها من فرق العمل، مهارات اختتم بها تمرين مراكز القيادات التابعة لتمرين حسم العقبان 2017. مما شاهدنا معاكم شيء يثلج الصدر بعملية التنسيق والتفاهم بين قواتنا المسلحة بجميع أفراحها، داخلية كانت أو الحرس الوطني أو الإطفاء أو وزارة الصحة أو جميع مؤسسات الدولة. فكل ما زدنا من التدريب والتناسق بين أخواننا في دول مجلس التعاون وأصدقائنا، كل ما اكتسبنا خبرة ونتبادل الخبرات فيما بيننا. التمارين تهدف إلى تعزيز التعاون على مستوى الدفاع الإقليمي بين دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، ما يسهم في تبادل الخبرات في إدارة الأزمات والكوارث. الهدف طبعا من التمرين الحين اللي قاعد قمنا فيه بالاسبوع هذا هو طبعا التنسيق، وهذا الهدف الاساسي تنسيق بين وحدات الجيش مع دول مجلس التعاون والقوات الامريكيه ومؤسسات الدوله المدنيه. ولله الحمد لحد الان حققنا الهدف المرجو منه. تم تداول 30 معضله في حل مشاكل اللي تواجهنا من الإرهاب أو تواجهنا في عمليات الأمن الداخلي. بفضل الله سبحانه وتعالى تم توزيع هذه المعاضل 30 على المختصين، وتم تبادل المعلومات فيها، وتم إجراء الحل القيادي فقط. تفعيلا لمفهوم العمل المشترك وفقا للعقيدة العسكرية، تأتي التمارين بمشاركة وزارات ومؤسسات الدولة بالإضافة إلى دول الخليج العربي وقيادة درع الجزيرة والولايات المتحدة الأمريكية. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت. أما الآن